تفتكروا حضراتكم كده واحنا بندرس بطنه في سنه خامسه طب او سته، كان في حاجه اسمها سيرو نيجاتيف ارثروباسيس اللي هو البي 27 بوزيتيف معاهم، ويقول لك البامبو الضهر بتاع المريض بيبقى بامبو كده عامل ايه لوردوزيس وما الى ذلك. دايما ده ابن عم الالسيف كولايتس لازقين في بعض، فتلاقي العيان ده بيجي بعد. احنا لسه اخر حاله شايفينها انا والدكتور منصور جاي يقول انا احتمال عندي كرونز، المريضه نفسها انا عندي كرونيك دايريه وانا عندي انكيلوزنج سبونديلايتس، مع ان الانكيلوزنج سبونديلايتس في الميل اكتر، لكن المريضه ايديوكيت بتتابع مع حد في القاهره وجاي تقول اعملوا لي كل العينه عشان يطلع كرونز وعشان اعمل بيولوجيك سيرام. يعني العيان عاد هو اللي بيعمل لنا دايت دلوقتي. ادي الانفليكسيماب اهو، الاكس ماب دي زي ما قلنا كايميريك الهجين،